السلام عليكم. احنا دائما معكم مع وصفات لابريغي. اليوم غادي نقدم لكم الزعلوك ديال الكبده. المقادير: شويه الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتره، واحد نص كيلو ديال الكبده، واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس، جوج ديال لي شالوت نشلضوهم بحال هذا الشكل هذا، جوج معلقات كبار ديال الخل الابيض، واحد 8 معلقات كبار ديال القشده الطاريه، وواحد 8 معالق ديال لابريغي. واحد، ثلاثه. ناخذ هنايا الكبده لي شالوط بعد ما تنشلضوهم. دونك هنا كما شفتوا نزلت شي شويه، غادي نزيد واحد جوج معلقات ديال لابريغي هكذا باش كطيب على خاطرها، شويه ديال الملحه، تنهزوا شويه ديال الابزار، جوج معالق كبار ديال الخل، ومن الاحسن يكون الخل ابيض، تناخذ شويه ديال الزعتره نحطهم بحال هذا الشكل هذا تم هنايا، نخليهم في واحد الجنب، تناخذ البيرسيل، وهنايا خصني نقطعها رقيقه بحال الشكل هذا كامله، كناخذ واحد جوج حتى ثلاثه، تنسدو عليهم ونخليهم يطيبوا واحد المده ديال 10 حتى 15 دقيقه. غادي تنهزوا غير الكبده بوحدها، شنو كان بقى لنا قبيله، دونك تنهزوا داك الباقيه اللي درناهم. تناخذ القشده الطاريه اللي بقاو لنا سته، غادي نديرهم هنايا بحال هذا الشكل هذا، تنغلفها وتندخلها للثلاجه لواحد المده على الاقل ديال 4 السوايع، ومن بعد حنا غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جات. كما تتشوفوا وجدناهم درناهم على شكل ديال الايس، وتنقدموا لكم بالصحه والراحه.